قال عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة أن فريقه جاهز للإطاحة بالأخضر الليبي والتأهل إلى ربع النهائي كأس الكاف، رغم تأكيده أن الفريق الليبي يملك مستوى أيضا. بالنسبة للمباراة عندنا إن كونفيكسيون أن لازم نجوزو مباراة اللي فاصلة ضد فريق معتبر به، فريق ان ديربي مغربي، لذا يعني ما عندناش شك في نفسنا، ما عندناش شك في قدراتنا، محتاطين المباراة تقنيا وتكتيكيا كما كل افون ماتش. بن شيخة قال بأنه تم ارتكاب العديد من الأخطاء في الفترة السابقة في الفريق، سيعمل على تفاديها، وهي رسالة للاعبين. بلي درنا أخطاء مستحيل نعاودو نديروهم، درنا أخطاء ساذجة، وتكلمت مع اللاعبين تاعي وأنا صريح مع نفسي ومع مع مع اللاعبين تاعي، تكلمنا وأن كاين أخطاء اللي صراو اللي مستحيل نعاودو نديروهم لأنهم أخطاء بدائية. براتيكمون بدائيه. لهذه ريكيبيرينا بعض اللاعبين، خذينا قسط من الراحه هاد الايام هذا، لكن كانت عندنا سي دي بروبليم ميديكو سي لي براتيكمون نص ليكيب. مي باش نقول لك نعاودوا لي ماتش اللي صراو او راح كيفاش راح تكون المباراه اللي راح تجي، راح تكون مباراة حماسية، راح تكون مباراة تاع ديزوم.